السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ربكم تكونوا بخير بالنسبة اللي بتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك ويشترك في القناة وأهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصل كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات والترددات الفضائية والأحداث الرياضية قناة جديدة ظهرت على النايل سات هنضيفها مع بعض النهاردة القناة من الواضح انها تبقى برامج مميزة وبرامج جميلة جدا كلنا عارفين عشان نضيف اي قناة على الرسيفر كل اللي بنعمله بنضغط من الريموت على زرار المنيو ولو القايمة اللي عند بالعربي او اي قايمة خلاف اللي انا هشرح عليها الفيديو بتاع النهاردة تقدر تدخل على الشروحات اللي انا بقدمها على قناتي وحضرتك هتستفاد من الشروحات اللي انا بقدمها لكل انواع الاجهزة ولكل انواع شاشات العرض بالنسبة لقيمة السامبلاس بلس اللي قدام حضراتكم بنضغط على زرار المنيو ونتحرك بالسهم اليمين والشمال هنلاقي كلمة تركيب نضغط على اوكي وننزل على قيمة قائمة الترددات نضغط اوكي عشان نضيف القناة بتاعتنا اما بالنسبة لحالة القيمة الانجليش وده اللي هنكمل مع الشرح بتاع النهاردة كل اللي بعمله بضغط من الرموت على زرار المنيو واختار كلمة انسليشن اضغط على اوكي وادخل على ترانسبوردر ليست اضغط اوكي عشان اضيف التردد بتاعي وفي حالة ما كلمة انسليشن مش ظاهرة معايا كل اللي بعمله بضغط من الرموت على زرار المينيو واتحرك بالسهم اليمين والشمال الاقي كلمة انسليشن ظهرت معايا اضغط عليها اوكي OK". وبعدين ادخل على ترانسبورد ليست اضغط اوكي OK". هيظهر لي قيمة الترددات كل اللي بعمله بضغط من الرموت على الزرار الاحمر واكتب التردد بتاعي عشرة سبعة اتنين تلاتة وبنزل تحت معدل الترميز بخليه سبعة وعشرين الف وخمسمية والقطبية بنزل اغيرها بخليها هوريزنتال او اتش واضغط اوكي عشان احفظ التردد بتاعي باجي للخطوه اللي بعد كده بضغط من الريموت على الزرار الازرق هيظهر لي قائمه فيها او كلمه سكان من فوق اللي قدام حضراتكم دي كل اللي بعمله بضغط اوكي ما بغيرش اي حاجه خالص في القيمة الفرعيه دي وبضغط عليها اوكي وبالتالي الجهاز هيبحث معايا التردد وبكده القنوات نزلت على الجهاز بعد كده بضغط اوكي عشان احفظ القنوات اللي نزلت وانتظر ثواني الجهاز هيقول لي داتا سيفنج او جاري حفظ البيانات وبعد كده بخرج بزرار الاكزيت واستعرض قائمه القنوات بالاوكي عشان الاقي في اخر الجهاز قناه جميله جدا مكتوب عليها الحرمين تي في ومن الواضح كده من اسم القناه انها هتبقى قناه دينيه متنوعه وبرامجها جميله جدا مكتوب عليها نور العالم الاسلامي يعني ممكن تقدم برامج دينيه أو ده اللي هنعرفه من خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله وقت ما القناة تفتح موجودة على تردد عشرة سبعة 2 ثلاثة معدل الترميز سبعة وعشرين ألف اتش أو هورزنتال أو أفقي أو ممكن أضيف التردد ده عشرة سبعة اتنين سبعة معدل الترميز سبعة وعشرين ألف اتش أو هورزنتال أو أفقي يعني سواء عشرة اتنين سبعة أو عشرة اتنين ثلاثة مش هتفرق التردد كده كده هيستقبل معايا وتردد إشارة عليه وثبت على جمال الأجهزة وده كان التردد بتاع النهاردة. ان شاء الله استنوني في ترددات تانية جديدة. واللي ما في القناة يشترك يلا عشان يوصل له كل جديد. اشوفكم على خير في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.